اذا انت تدري شنو اسم شهد الصجي ولا لا؟ لا 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 صدق مو اسمه شهد يعني؟ قسما بالله لا. شنو؟ الحين مدرسة، الحين مدرسة كلهم يدرون. ايه زين زين بعد كلهم يدرون بس ما يقولون، شفت شلون؟ ايه زين خلي احنا نعرف. زين بقول لك سالفة اسمها والله صدق ضحك. الحين هي اسمها بالجواز وبالبطاقة وبكل مكان فجر شهد. زين شنو سالفة فجر شهد؟ ايه امي امي تبي شهد؟ لا امي تبي فجر وابوي يبي شهد. حلو تهاوشوا تهاوشوا كان خلاص بيطلقون بعض عشاني انا لان انا بنتهم الوحيده كنت قسم بالله شنو ما في ليله ما في علي انا. المهم تخيل هذا بقول لك سالفه بعد ضحك. المهم ولا خلاص ابوي يقول لها تم خلاص تبين فجر راح اروح اسميها فجر ولا يروح ما الاسامي وكذي كان يروح يسميني فجر شهد. اختصر اختصر الموضوع ايه عشان ايه لا يتهاوش ولا يسوي سالفه. المهم رد البيت أمي لا بتسوي لها عقدة أصلا الحين ترى أقول حق أمي أشيل فجر تقولي لا 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 حتى لو ترى يعني تزعل بس إحنا خلاص يعني أمي إحنا شهد أمي اللي فاز أبوي لا أبوي اللي فاز شهد والحين يقول لي شهد شهد. زين إحنا حسينا إنه وايد قرقنا خلينا نروح فاصل نريح شوي ونرجع لكم.